بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان ائتلفا ولا تختلفا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى، وجهها إلى أبنائه بدار الحديث بمدينة أكادير بالمملكة المغربية يوم الأحد 27 من شهر شوال عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يلتقي الإنسان بإخوته في الله وأبنائه في الله وأحبته في الله، فيتذاكروا فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا شك أن هذا هو أعظم المجالس، هذه المجالس هي أعظم المجالس، وهذا هو أعظم المكاسب. فإن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من اشتغل بطاعة الله وذكره وقام بحقه وشكره وقابل الدعوة إلى الله جل وعلا على نور من ربه تبارك وتعالى وعلى بصيرة من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه المجالس هي التي يرتبط بها، لأنها هي المجالس التي تحيي القلوب وتذكر الإنسان بالله جل وعلا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبطون بها وينكرون ما عداها، كما جاء ذلك في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، ما لنا إذا كنا جلسنا عندك وذكرتنا حتى كأننا لا نرى الجنة النار الجنة عيانا، فإذا خرجنا من عندك أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والمراد بذلك الساعة التي لا تنسى فيها نصيبك من الدنيا الذي تسعى فيه، التي تسعى فيها على نفسك وأهلك ووحدك، فتكدح وتحصل ما تحتاج إليه مما يعينك في حياتك الدنيا على التبلغ إلى الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فهذه المجالس ترقق القلوب وتنبه الغافل وتعلم الجاهل. لا شك أن هذه المجالس هي التي يرتبط بها، وهي التي يحسد عليها ويتمنى مثلها دائما وأبدا في جميع الأفقاع وفي جميع الأوقات، لأنها بها تحيا القلوب. وهذا الجمع الذي أنتم الآن فيه، والذي أعرف كثيرا من الإخوة فيه، وكنت قد قابلتهم حينما زرتكم ووردت عليكم زائرا، فوجدت الكرم، وجدت الحفاوة، ووجدت المحبة، ورأيت ما رأيت مما يسر النفس ويفرح القلب ويسعد الصديق ويغيظ العدو، وذلك من التفاف طلبة العلم والتفاف القائمين بالتعليم والدعوة إلى الله على المنهج الصحيح، على الطريقة السلفية الأثرية التي كان عليها أئمة هذا الدين، أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، من آخرهم إلى أولهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت فيهم التآلف، رأيت فيهم المحبة، رأيت فيهم التعاطف، ورأيت فيهم التضحية، ورأيت فيهم البذل، ورأيت فيهم العطاء. أحسبهم كذلك والله حكيم، الله أحد. فسرني ذلك وتذاكرت مع إخوتي
الذين تذكرت معهم ممن يسر الله سبحانه وتعالى في حين أجلس أن أجلس معهم، تذكرت معهم وقلت لو كان من هذا الاجتماع يحصل بين الإخوة القائمين بالتعليم سيتدارسون فيما بينهم، القائمين بالدعوة لإخوانهم وأبنائهم وآبائهم وأقاليمهم ومحافظاتهم وجهاتهم، لو يجتمعون فيتدارسون مع إخوانهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم لكان في ذلك النفع العظيم، ولكان في ذلك الخير العظيم، ولكان في ذلك الأثر العظيم. ويكفي أن يتلاقى الإخوان فيما بينهم ويتذاكرون بما يعرض لكل واحد منهم، فلا يعدم مشورة من أخيه، وذاك لا يعدم رأيا من أخيه، والثالث لا يعدم إعانة من أخيه، والرابع لا يعدم تسديدا من أخيه، فيكون حينئذ متعاونين على البر والتقوى كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكان هذا اللقاء الذي أنتم فيه الآن من أثر هذه الكلمات التي صارت بيني وبين بعض إخوتي فاستجابوا لذلك وذكروه لكم، فشكر الله لكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، المتداولين فيه، المتبادلين فيه، المتناصحين فيه، فإن المرء لأخيه المرأة يرى فيها أخطاء، يرى فيها قصور، يرى فيها نقص، يرى فيها ضعف، وذلك بسبب المناصحة وبسبب بذل النصيحة من كل واحد منا لأخيه، فيتقوى بذلك ويصحح لنفسه بذلك ويستعين بعد الله بأخيه في ذلك. فإن الإنسان إذا انفرد ضعف، وإذا اجتمع بإخوانه قوي، والشيطان ذئب ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. إذا كانت مع أخواتها لم يستطع عليها، مع ضعف الغنم أمام الذئب، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف لو فرضنا ذلك فإنه لا يقوى عليها على الجماعة، ولكن إذا انفرد ولو كان قويا، كما لو كانت تلك الشاة لو كانت قوية قرناء إذا انفردت فإن الذئب يأكلها، وهكذا الشيطان إذا انفرد العبد فإنه يتسلط عليه، وإذا كان مع إخوانه قوي فلا يستطيع عليه. فمثل هذه المجالس عظيمة، ومثل هذه المجامع عظيمة، ومثل هذه اللقاءات عظيمة يتقوى فيها، وأنتم وأنشدكم الله ستجدون ذلك في قلوبكم، وستقولون إن شاء الله قولة الحق. إذا اختلفتم، إذا افترقتم بعد هذا اللقاء، سيجد كل منكم في نفسه هذا الذي ذكرت، يجد في نفسه الحزن على مفارقة إخوانه، يجد في نفسه الحزن على البعد عن إخوانه، ولكن وإذا بعدت ولو بعدت الأجسام فإن القلوب قريبة متقاربة، وإذا تقاربت القلوب والأرواح تقاربت الأجسام، وذلك لأنه إذا عمرت محبة القلوب حصلت الزيارة، يزور كل واحد منكم أخاه في الله جل وعلا، ولو لم يحصل مثل هذا الاجتماع فيزور أخا ويزور ثانيا ويزور ثالثا، فحينئذ يجد في نفسه الأثر العظيم مثل هذه المجامع، يفتقدها فيحاول أن يعوضها ولو بزيارة بعض إخوانه فيلتقي بهم، فيحصل ما بينهم حينئذ من التدارس، ويحصل ما يحصل بينهم حينئذ من التشاور، ويحصل ما يحصل بينهم حينئذ من التطاوع والتناصح، كل ذلك من آثار مثل هذه اللقاءات، لأن المرء إن لم يحصل له اللقاء الكبير مثل هذا فإنه لا أقل من أن يحصل له زيارة بعض إخوانه ولو أفرادا، كل مرة يزور أخا له في الله، والتارة الثانية ثانيا، والتارة الثالثة، والتارة الرابعة، وهكذا، فحينئذ تدوم الألفة وتحصل تتقوى المحبة وتتوثق الأواصر بين الإخوان، ويحس كل واحد منا أنه قريب من أخيه. ولا شك أن الداعية يحتاج إلى هذا، والمعلم يحتاج إلى هذا،
المربي يحتاج إلى هذا، لأنه ما من واحد منا إلا ولديه نقص ولديه شيء يجهله فيستفيده من أخيه، فإن المرء لا يزال يتعلم ولا يزال يستفيد. ومن زعم أنه قد استغنى عن التعلم فقد هلك وقد بدأ في النقص منحدرا بسرعة، أسأل الله العافية والسلامة. لا بد للدعاة إلى الله والمعلمين المربين لا بد لهم من الالتقاء، ولا بد لهم من التشاور، ولا بد لهم من التآخي والتزاور إلى غير ذلك. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث موسى ومعاذا إلى اليمن معلمين وداعيين وفقيهين مفقهين وقاضيين يحكمان بين الناس، أوصاهما تلك الوصية العظيمة التي هي في الصحيحين، والحديث قد جاءت له ألفاظ متعددة، حيث أنه قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وطاوعا وتطاوعا ولا تختلفا، وجاء في زيادة: وأتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا. فهذه الوصايا منه صلى الله عليه وسلم لهذين السفيرين اللذين بعثهما رسول الله بعثهما عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ينبغي أن تكون بين أعيننا نحن معاشر طلاب العلم والدعاة إلى الله جميعا، ينبغي أن تكون بين أعيننا. فمن هنا اخترت هذه الجملة من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأتلفا ولا تختلفا. وذلك لأن التآلف بين الدعاة، التآلف بينهم يورث القوة في الدعوة، ويورث أيضا القبول عند المدعوين، فإنهم إذا رأوا الدعاة إلى الله جل وعلا الذين هم بين ظهرانيهم على طريق واحد ويدا واحدة فإنهم يقبلون عليهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم فإنهم حينئذ يفترقون، وربما زهدوا فيهم وفي الدعوة التي معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: يسرا ولا تعسرا، يقول لأبي موسى ولمعاذ رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا. والتيسير مطلوب على الناس، إن خير دينكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسروا، إن خير دينكم أيسروا، إن خير دينكم أيسروا، بعثت بالحنيفية السمحة، يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو أثبت له سبحانه وتعالى الدعوة والبشارة والنذارة. إنا أرسلناك لإرسال من الله سبحانه وتعالى داعيا ومبشرا ونذير صلوات الله وسلامه عليه. فهو داع إلى الله جل وعلا على نور من ربه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من كانت قد كتبت له الهداية من الله فسيقبل، ومن لا فهذا أمره سبق عند الله سبحانه وتعالى. ولن تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله جل وعلا. والشاهد أن هذه الحنيفية السمحة تهدي اليسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما،
ما لم يكن إثما فإنه يكون أبعد الناس عنه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها المتفق عليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثما. وهذا فيه قاعدة في التيسير، أن فقه التيسير إنما يكون على حسب النصوص وعلى حسب ما هو مباح جار في مضمار الإباحة، ما يجوز فيه التيسير فيما هو جار في مضمار الإباحة. أما ما يوقع في الحرام فضلا عما هو حرام فهذا لا يجوز أن يرخص فيه، ويقال هذا فقه التيسير الذي نسمعهم الآن ينعقون به فقه التيسير فقه التيسير، وتنظر وإلى وإذا بكثير مما يقال عنه إنه من التيسير في الحقيقة إنما هو حرام، أو حينا يكاد يوقع بصاحبه في دخول الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فيسر ولا تعسر ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فهنا يأتي التيسير. أما ما يوقع في الإثم أو ما كان إثما هذا لا يجوز أن يقال فيه إنه تيسير ويرخص للناس فيه، هذا لا يجوز. يجب على الداخل الله سبحانه وتعالى يكون متقيدا في تيسيره على الناس بالنصوص الشرعية، بالنصوص الشرعية، لأن الإنسان إذا رأى أنه سيقع في الحرام يجب أن يأخذ نفسه بالعزيمة ويدع الرخصة. فكيف يقال يسر ولا تعسر ثم بعد ذلك ينزل هذا على ما هو محرم، نسأل الله عليه السلام. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وبشر ولا تنفر، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكون معاشر الدعاء مبشرين وأن لا نكون منفرين، نكون مبشرين بأن نذكر للناس ما يرغبهم، ما يرغبهم في الدار الآخرة وما يرغبهم في دين الله تبارك وتعالى، بذكر الثواب العظيم والجزاء الجزيل لمن آمن به جل وعلا، ولمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن اتبع السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا. فإذا جاء وقت الترهيب رهب الإنسان، لكن البشارة مقدمة، إنا أرسلناك ربنا جل وعلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبدأ بالبشارة قبل النذارة فيبشر، فإذا أعرض الناس ورأى منهم الإعراض أنذرهم فحذقهم عقوبة الله جل وعلا، لكن عليه أن يبدأ بالبشارة كما عليه أن يبدأ بالتيسير على الناس في حدود الشريعة الإسلامية، لا يخرج فيهم كما قلنا في المحرمات أو إلى ما يخرجهم في المحرمات من المباحات يخرج فيها حتى يقعوا في المحرمات بدعوة التيسير، هذا لا يجوز. فعند الوسائل لها أحكام وغايات. الشاهد الداعي الله جل وعلا والمعلم المربي الموفق هو الذي يمشي على هذا، يبدأ بالبشارة قبل النذارة ويبشر فيقبل الناس عليه ولا يغلب ويجفو فينفر الناس عنه، لأنه إذا بشر أقبلت القلوب، القلوب تحب البشائر وتحب من يبشر وتحب أن تسمع الخير. فعليك يا عبد الله، عليك أيها الداعية إلى الله أن تكون بشيرا ونذيرا، بشير للابتداء ونذير إذا أعرض الناس أو تهاون الناس أو تكاسل الناس أو جفى الناس أو غفل الناس، فإنك تذكرهم حينئذ، تذكرهم وتعظهم وتخوفهم بالله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتطاوعا ولا تختلفا، وهذا عائد إلى الداعي، عائدا إلى الدعاة عموما، أنهم إذا تطاوعوا أطاع بعضهم بعضا ولان بعضهم لبعض وسمع بعضهم من بعض، حينئذ يراهم الناس
فيكونون لهم قدوة فيقبلون عليهم. والمطاوعة إنما هي في طاعة الله ورسوله، وفي أمر حصل فيه اجتهاد لا يظهر فيه نص، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقطع المسألة، وليس ثم أيضا أو فيه نص لكن ليس فيه صراحة في المسألة، فحينئذ يتسع الأمر ويسهل، والخلاف في مثل هذا يتصور، لكن الخلاف منبعه من الفهم، والفهم قائم على مقصد سليم ليس على هوى وليس على آراء وليس على مطامع وليس على رغبات أبدا، وإنما اجتهد يريد أن يصيب الحق لكنه لم يوفق، وأخوه هكذا رآه فإنه فيما لم يكن فيه نص أو فيه نص لكنه ليس بظاهر الدلالة واختلف في ذلك، فعليهما أو على الدعاة أن يكونوا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشنع بعضهم على بعض ولا يعنف بعضهم على بعض. وأنا أعلم أنه ربما استغل مثل هذه العبارة مني بعضهم، ولكني أقول هيهات، إنما هذا فيما ذكرته من هذه القيود التي ذكرها للعلم. المسألة إذا كان فيها نص فلا ينبغي لنا أن نخالف، ومن خالف أنكر عليه، فإن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، كما قال ذلك علماء الإسلام والسنة والله الحمد. فأنا أقول إنما هذا يكون في المسائل التي لا نصوص فيها أو فيها نص ليس بقاطع في الدلالة، ظاهر الدلالة يعني يحتمل ويحتمل، يحتمل رأيي ويحتمل رأيك، فمثل هذا ينبغي إذا اختلفنا أنا وأنت فيه في الرأي فإنه ينبغي لنا أن يحتمل بعضنا بعضا، وحينئذ نتطاوع، فأنت تطيعني هذه المرة، وإذا ما أطعتني هذه المرة جاءت مرة أخرى وحصل مثل هذه الحاصلة فإنني سأستحي منك كل مرة أخالفك، كل مرة أخالفك فسأطاوعك وأدع اجتهادي لاجتهادك فيما ذكرنا، فيما ليس فيه نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيه نص صحيح لكنه ليس بصريح يحتمل هذا وهذا، فحينئذ سأطاوعك وأستحي من كثرة المخالفة لك، وتمشي حينئذ سفينة الدعوة ويتحد القادة وهم الدعاة إلى الله جل وعلا، فالتطاوع لابد منه. وهكذا إذا تطاوعتما قل الخلاف، إذا تطاوع الدعاة تآلفوا ولم يختلفوا، وإذا تآلفوا تآلف المدعوون رأوا الدعاة على يد واحدة ورأوهم على طريقة واحدة ورأوهم على قلب واحد، فحينئذ هم سيقبلون ويتآلفون فيما بينهم، وإذا حصل ما حصل قال انظر إليهم اختلفوا نعم لكنهم إخوة وأحبة فيما بينهم، ألا يسعنا أن نكون نحن هكذا لو اختلفنا؟ أنت ترى رأي فلان وأنا أرى رأي فلان من العلماء، ولكن لا نختلف، كما أنهم هم أنفسهم لم يختلفوا فنحن يجب علينا من باب أولى أن لا نختلف، فحينئذ يحتمل كل واحد الآخر ويمشي هؤلاء الدعاة وتمشي سفينة الدعوة وتستمر الدعوة، واتلفا ولا تختلفا واتفقا ولا تفترقا، يعني بقدر ما تستطيعان أيها الداعيان بقدر ما تستطيعان اتفقا ولا تفترقا، احذروا أسباب الافتراق، وهذا قد حذر الله جل وعلا منه، ولا تكونوا كالذين سبحانه وتعالى يحذرنا نحن معاشر المسلمين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فنهانا سبحانه وتعالى أن نكون كمثل هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من ربهم تبارك وتعالى، ونحن يجب علينا أن نقف عند هذه الآية وعند مثل هذه الأحاديث، اتفقا ولا تفترقا، تفرق شر والخلاف شر، ولا شك لأنه لا يثمر إلا شرا وهو ليس بطريقة أهل الإيمان،
وإنما طريقة أهل البغي والعدوان الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالكتاب وبإنزال وبإرسال الرسل إليهم، وبعد ذلك الكتاب بين أيديهم هم يختلفون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من هم هؤلاء؟ هم أهل الكتاب قبلنا، تفرقوا واختلفوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمطاوعة التي هي ضد التفرق، ويأمرنا بالائتلاف الذي هو ضد الاختلاف، لأن التفرق يورث، لأن الاختلاف يورث التفرق، يورث التفرق إذا كان ناشئا عن اتباع للهوى، وإذا كان ناشئا عن اتباع للبدع، إذا كان ناشئا عن اتباع للآراء الشخصية والمقاصد النفسية، نعوذ بالله من ذلك. أما سلف الأمة وأئمتها الأخيار رضي الله عنهم لم يتفرقوا وإن اختلفوا، وإن اختلفوا في المسائل العلمية فإنهم لم يتفرقوا ولم يتناحروا ولم يتدابروا ولم يتقاطعوا. لماذا؟ لأنهم إنما الاختلاف الذي حصل بينهم من الباب الذي ذكرته لكم، إما في نص صريح ما اختلفوا، أما في نص صريح فما اختلفوا، إلا أن يكون لم يبلغ أحدا منهم فهذا باب آخر. أما أن يبلغهم النص الصحيح الصريح ويتعمدون خلافه، معاذ الله، إلا أنه إذا لم يبلغ فحينئذ يقول العالم منهم بقوله ويعتذر له أخوه ويقول لو بلغ هذا لما قال بهذا القول، وهكذا. فدامت بينهم الألفة، دامت بينهم المحبة، فالحاصل الائتلاف ضد الاختلاف، والتطاوع ضد الافتراق. تفقا ولا تفترقا وأتلفا ولا تختلفا. فيجب علينا معشر الأحبة، معشر الدعاة إلى الله، معشر المعلمين للناس الخير، يجب علينا أن نكون هكذا، يجب علينا أن نكون متآخين متآلفين، لأن هذا الاختلاف وهذا الافتراق يورث العداوة ويورث البغضة بيننا ويورث التقاطع والتدابر. والله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بهذا الائتلاف الذي وحدنا به سبحانه وتعالى على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتن بذلك على رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا امتنان من الله جل وعلا على رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن جعل أصحابه مؤتلفين وجعلهم على قلب واحد، جعلهم متحابين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بعضهم يؤثر بعضا ويقدم بعضهم بعضا على نفسه كما قال جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى قد امتن علينا نحن بهذا الدين الذي ألف بيننا به سبحانه وتعالى، ونزع ما بيننا من العداوة والبغضاء، وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا سبحانه وتعالى منها بسبب هذا. فهل نعود إليه؟ والله قد عافانا منه. فالواجب على كل عاقل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يعلم أن هذا الباب باب عظيم يجب أن يراعى، وعليه أن يحسن الظن بأخيه القائم معه على طريقة الحق والهدى، القائم معه على طريقة الحق والهدى، السائر معه في هذا الباب إلى الله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن نبتعد عن الحسد والغل والكفر والترفع على عباد الله، فإن العبد إذا وقر الإيمان في قلبه والله لا يزيده إلا تواضعا،
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض. هذا مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زاد الله سبحانه وتعالى العبد إذا تواضع ما يزيده إلا رفعة، وما يزيده إلا إعلاء علوا، وما يزيده إلا إجلالا، وما يزيده إلا محبة في قلوب الناس. وإن هو عمل بخلاف ذلك بالكبر والأشر والبطر والعجب بنفسه والترائي لها على الناس وأن لها الفضل على غيرها، ما رأى إنسان نفسه بذلك إلا أورثه الله الذل، إلا أورثه الله الذل والصغار والاحتقار في أعين الآخرين. وإن لم يشعر به لكنه سيراه، وإن لم يشعر به في أول أمره لكنه سيراه في آخره، بعكس الأول. فإن الأول يتواضع لله ولا يزال يرفعه الله وهو لا يعلم حتى يبلغه المنازل العلية بين الناس وعنده إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا صاحب الكبر والعجب والأشر والفخر والخيلاء والزهو الحمد بالله من ذلك لا يرى أن الله قد وضعه حتى يلتفت يمنة ويسرى فلا يرى أحدا معه، ولا يرى أحدا يسمع له، ولا يرى أحدا يمشي معه، ولا يرى أحدا يسمع لقوله. فليعلم أنه قد جاءته العقوبة والعياذ بالله من ربه تبارك وتعالى بسبب هذا العجب، بسبب هذا الكبر، بسبب الذرع للآخرين، بسبب حب الظهور على غيره، ولا يرى لغيره حقا ويرى الحق له دائما وأبدا. هذه مصيبة من الله ابتلى بها بعض الناس، يجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يطرح بين يدي الله وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والمسامحة، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يطهر قلبه وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة. ولا يكون هذا إلا بالتواضع للحق وقبول الحق ممن جاء به وعدم التكبر على الخلق. فأوصيكم معشر الإخوة ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأوصيكم ونفسي بلزوم هذه الوصية التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل أسباب الفرقة. فإنكم إذا اجتمعتم نفع الله بكم، وإذا افترقتم تفرق الناس تبعا لكم، وحينئذ كان الضرر أكثر مما ترجونه من الخير، بل ويقع عليكم أنتم الإثم. وأقصد بالإثم إثم تفريق الناس وتقسيم الناس إلى طوائف وإلى جماعات. ولما تختلف وفق الله بين أيدينا وصلى الله عليه وسلم نافقة أيضا بين أيدينا، وطريقة سلفنا الصالح ناصعة أمام أعيننا. إن الذي يخالف بعد هذا كله إنما يخالف إذا ابتلي بمرض في القلب، نسأل الله العافية والسلام، ونعوذ بالله من أمراض القلوب ومن أدواء القلوب، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الأشد والبطر، ونعوذ بالله من الفخر والعجب والخيلاء. فما دبت إلى قلب إلا أحرقته، نسأل الله العافية والسلام. أوصيكم معشر الأحبة بتطبيق هذه الوصية النبوية، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفرقا، وتطاوعوا فإنه بها عليها صلح عظيم. أوصيكم معاشر الإخوة الدعاء في بلد المغرب خاصة الذين توجه إليهم هذه الكلمة بطلب منهم، وإلى عموم من يسمعني من إخوتي وأحبتي وأبنائي وإخواني المسلمين في العالم كله، أوصي الجميع بأن يلتزم بهذه الوصية النبوية الشريفة العزيزة الغالية على قلب كل مسلم. وليعلم الإنسان أنه ما تمسك بالسنة إلا وأعلاه الله، وما خالف السنة إلا وخذله الله وأذله الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتبت الذلة والصغار على من خالف أهله. أوصيكم معشر الأحبة
في بلاد المغرب خاصة والعموم، ووصيكم بالتآلف والتحاب فيما بينكم، والتواصي فيما بينكم، والتطاوع فيما بينكم، وعدم الافتراق. وأوصيكم أيضا بالحرص على الناس والرأفة بهم واللطف بهم والرحمة بهم والتيسير عليهم، كما قلنا في الضابط أول ما تكلمنا، في غير ما يؤدي إلى المحرم وإلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، والبعد عما يؤدي إلى الشر، والبعد عما يوقع في الخلاف، والبعد عما يوقع في التناحر، والبعد عما يوقع في المحرم بدعوة التيسير على الناس. أسأل الله العافية والسلامة. كما أوصيكم ونفسي باتباع ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، وليس معنى ذلك أن نسكت عن الباطل، لا والله، ولكن لكل حالة ما يناسبها. فمن المناسب في بعض الأحيان الإنكار خفية على من أخطأ خفية، أو من بلغك عنه الخطأ ولم يشتهر عنه، وأحيانا يجب الإغلاظ والإشهار في الإنكار على من أجهر، على من جاهر وأشهر منكره، فإنه حينئذ لا أن يعلم أن هذا الذي انتشر أنه باطل. هذا من الحكمة، وهذا من النصح لعباد الله، ولذلك المخطئ الذي استمر في خطئه وأشهر خطأه وجاهر به، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يقال ليس هذا من الحكمة، وليس هذا من الرحمة، وليس هذا من العطف، لا، ولكن الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالغلظة حيث يجب الغلظة، والرحمة والرفق حيث يجب الرحمة والرفق. هذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهذه الآية حق، ولكن ليس هذا موضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو الذي قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها. هذا هو القوة في دين الله وليس هو الغلظة، هذا هو الشجاعة في دين الله وليس هو الغلظة. وعندما الغلظة أن يتجاوز الإنسان حده فيما أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون فظا حيث يجب أن يكون رحيما، وأن يكون غليظا حيث يجب أن يكون رفيقا. هذه الغلظة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. أيها الإخوة، الكلام يطول، ولكن الذي أحب أن أختم به أن أقول: ما تواضع عبد للأدلة، وما قبل عبد النصح إلا وفعل، وغفر بما يحب إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بمحبة الناس له، وفي الآخرة بالرفعة عند الله تبارك وتعالى. ما تكبر إنسان عن الحق وأشر وبطر إلا وأذله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع وينتفع ويتبع، وأن يشملنا جميعا بعفوه ورحمته، وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك عنا سترة، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين مباركين أينما كنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم ورفعة في درجاتكم، إن ربنا لسميع مجيب. ولو تكرمتم فضيلة الشيخ بطرح حوالي 10 أسئلة عندنا هنا، لو تكرمتم جزاكم الله خيرا. لا بأس، لا بأس، حفظكم الله. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، لما تشرفنا بزيارتكم لبلادنا، قد رأيتم الخير الذي تمكنا من الوصول إليه بفضل الله أولا وآخرا، ثم بالترخيص لنا عن طريق الجمعيات، والتي هي في حقيقة الأمر
حبر على ورق، وأننا في حالنا محتاجون لمثل هذه الوسائل، لكن قد بقي بعض إخواننا بعدما رأوا ما رأوا وبعد كلامكم حفظكم الله يشوشون على إخوانهم، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى التبديع والرمي بالحزبية، فنرجو من فضيلتكم قولا فصلا في الموضوع نصحا لنا أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول لا يضركم هذا الكلام ولا يضر إخوتي وأبنائي القائمين على هذه الدور، دور الحديث التي رأيت بعضها، وإن سماها في الرسمية في الجمعية، لأنها هي دور للتحفيظ والتعليم. قد زرت بعضها ورأيت ذلك، رأيت ما عند هؤلاء إلا تدريس القرآن وتحفيظ الناشئة القرآن وتحفيظهم السنة، تحفيظهم العقيدة الصحيحة والمتون النافعة. إذا كان كذلك فهذا لا يضير ولا يضر الكلام، وليعلم الإنسان أنه لن يسلم من الكلام مهما حاول. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. ما يضرك أيها الداعي إلى الله والقائم بتعليم الناس الخير ونشر الخير والدعوة إلى الخير، لا يضرك أن يتكلم الناس فيك فيقول ما قالوا. إذا كنت ماشٍ في نشر الخير فأنت كما قيل أريد حياته ويريد قتلي، فأنت تدعوهم إلى الحق وإلى الخير وإلى الهدى، وهؤلاء سيبوؤون بالإثم، وأعرض عنهم ولا تنظر إليهم أيها الداعية إلى الله وأيها القائم بالدعوة إلى الله. لا يضرك هؤلاء ويقول ما قالوا. وأنا قد رأيت ما رأيت في عدد من هذه الدور بعيني، وأقول إن الذي يوجه الكلام إلى هذه الدور التي رأيتها ويرميها بالحزبية هو جاهل بمعنى الحزبية، لا يعرف معنى الحزبية. هذه مدارس تعلم الناس، تعلم الناشئة، تحفظ الأطفال. رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني وشهدت وحضرت ورأيت. وكما قيل ما رأيت من سمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. فأنا قد عاينت بنفسي ورأيت، فأقول لا يضر أن يقول هؤلاء ما يقولون، لا يضرونكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، فإن هذه الدور التي تعتني بأبناء المسلمين والناشئة فيحفظونهم القرآن ويحفظونهم السنة ويحفظونهم بطون العقيدة ويحفظونهم الحديث النبوي ويحفظونهم المتون العلمية النافعة باللغة العربية وآدابها ما يتعلق بالفقه وأصوله، هؤلاء يسعون في الحقيقة إلى قطع الطريق على الناس وإلى إغلاق باب الخير. نسأل الله العافية والسلامة. يريدون أين يريدون أن يذهب أبناء المسلمين؟ أين يريدون أن يذهبوا؟ الاختلاط؟ أم أنهم يبقون على أميتهم وجهلهم لا يعرفون في دين الله شيئا؟ هذا والله عجب. وعلى كل حال إن عظم البلاء معشر الإخوة مع إن عظم الجزاء معشر الإخوة مع عظم البلاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اشتد الأمر تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم معشر الإخوة حينما اشتد عليه الأذى، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، وفي لفظ لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاعلم أيها الداعية إلى الله أنك لن تسلم من الكلام كما قلنا، ولكن عليك أن تقتدي بمن؟ تقتدي بمن أمرك الله بالاقتداء بهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. واصبر واحتسب، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في نشر العلم وتبليغه، والصبر على المشقة التي تلحقك في ذلك.
أخبر على لاحق من فتنة وأذن فيه وفي الرسل ذكرى تقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكون خيرا غدا لك من حمر من النعم. فالواجب علينا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلما اشتد عليه الأذى امتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا في صبر فصبر. وهذا في البخاري. فصبر نفسه بأن تذكر أذية هذا الرسول العظيم من أولي العزم الأذية العظيمة التي لحقته من اليهود ومع ذلك صبر فصبر الله. فنحن نقبل فلا يضر بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكلام وضرره عائد على قائده. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول السائل هناك بعض الإخوة ينكرون قيام الأخ لمعانقة أخيه الذي جاء من سفر مستدلين على ذلك أو مستشهدين بكلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في عدم جواز الأمر فنرجو منكم توضيح الآداب في هذا الأمر وكيف فهم النصوص الواردة فيه. ورد ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر الشعبي المقطوع من قوله رحمه الله والذي يقول فيه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. والشيخ ناصر رحمه الله الذي أعرفه أنه يقول بهذا بل يقول بأكثر من ذلك يقول بالمعانقة بسبب شدة الشوق لشدة الشوق والمحبة كما جاء في حديث أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه حينما اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه بيته وكان غائبا عنه وأخبره بأنه ذهب يستعذب الماء فجاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاعتنقه رضي الله تعالى عنه. وعلق على هذا الشيخ ناصر في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى الشمائل المحمدية للترمذي وصحيح الشمائل له للشيخ ناصر الذي سماه صحيح الشمائل ومختصر الشمائل علق على هذا. فأنا الذي أعرفه من الشيخ ناصر هو هذا الذي ذكرته لكم عنه رحمه الله تعالى بحديث الشعبي كما سمعتموه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا وهو صحيح عن الشعبي يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا هل له أن يعانقه وجالس؟ هنا وقع الإشكال حفظكم الله بالنسبة لا المعانقة ما تكون إلا بالقيام المعانقة ما تكون إلا بالقيام إما في سفر من سفر لقادم من سفر وإما لشدة الشوق كما في حديث أبي الهيثم ابن التيهان أو كذلك لحصول نعمة عظيمة يرتبط بها كما حصل في توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فجاء كعب بن مالك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فاعتنقه قال والله ما أنساها لعبد الرحمن بن عوف فاعتنقه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بالتوبة. فلا بأس إذا حصلت نعمة عظيمة للمرء يفرح بها ويسعد بها أن يهنأ بها فيقوم إليه الإنسان ويعتنقه. وتوبة كعب بن مالك وصاحبيه معروفة فاطلبوها في كتب الحديث في الصحيحين وغيرهما وستجدون هذا وستجدون كلام كعب بن مالك قال والله ما أنساها لعبد الرحمن بن عوف. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. فثبت عندنا الآن المعانقة في كم؟ في كم؟ في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع القدوم من السفر ولشدة المحبة والشوق كما في حديث أبي الهيثم من التيهان ولحصول نعمة وتجدد نعمة للإنسان يرتبط بها أو ارتفاع نقمة فحينئذ يحصل هذا الذي سمعتم أدلته من الأحاديث والأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتناق لا يكون إلا لقاعد القاعد ما يكون له اعتناق ليس هذا من المعروف وليس هذا من الأدب أن يعتنقك وأنت جالس إلا إذا كنت مقعد ما تستطيع تقوم هذا باب آخر. أما ها
أما الاعتناق فلا يكون إلا للقائم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق جعفر لما قدم من السفر عليه في خيبر، قبل بين عينيه، هذا لقدوم من السفر، حديث الشعبي المقطوع من قوله لكنه يحكيه من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا التقوا تصابعوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكذلك حديث أبي الهيثم بن التيهان قدم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بيته كما ذكرنا، وهكذا قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وبشر بذلك، فجاء إلى المسجد فلم يقم إليه أحد أول قبل عبد الرحمن بن عوف، فقام إليه عبد الرحمن بن عوف اعتنقه وبشره بذلك. نعم شيخنا بارك الله فيكم وشكر لكم. يقول السائل أيضا بارك الله فيكم شيخنا، مما لا يخفى على شريف علمكم أننا نعاني في دعوتنا نقصا في الوسائل للدعوة المسلمين أي توحيد الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنكم تعانون ماذا؟ أننا نعاني نقصا في وسائل الدعوة، دعوة المسلمين إلى التوحيد والاتباع، مما يجعل بعضنا يستغل مجالسنا مع العوام في المناسبات كالأعراس وغيرها، ويتم في ذلك قراءة شيء من القرآن وإلقاء بعض الكلمات في التوحيد والسنة وذكر كلام العلماء فيما يقع من فتن قصدا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسدا للطريق على أهل الأهواء والحيلولة بينهم وبين عوام المسلمين، فهل في هذا من حرج؟ إذا لم تكن إلا مثل هذا فلا بأس، إذا لم يحصل له لهؤلاء القوم أو لهؤلاء الجماعة، لهؤلاء المجموعة أو لهؤلاء المعشر أو لهؤلاء القشيرة أو لهؤلاء القبيلة أو لهؤلاء القرية أو لهذه الهجرة أو لهذه البادية، ما حصل له دخول عليهم في اجتماع إلا هذا، فلا بأس أن يذكرهم بتوحيد الله جل وعلا وأن يذكرهم بما يجب عليهم لله جل وعلا، لا بأس. جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل أيضا إذا كان ولي الأمر يمنع التدريس في البيوت والاجتماع فيها، فهل يجوز لنا أن نخالف هذا الأمر لمصلحة الدعوة مع العلم بوجود دور الحديث المرخص لها؟ إذا منع السلطان ذلك فتجب طاعته، تجب طاعته، والحمد لله يذهب إلى المساجد والدعوة قائمة ويخطب الجمع، يخطب في الجمع والجوامع ولله الحمد، وتبلغ الأحكام الشرعية، والحمد لله الدور التي رخص لها إقامة الدروس يذهب إليها ويتعلم فيها، والحمد لله لا مانع من ذلك، وما منع منه السلطان فيجب طاعته فيه في هذا الباب. أحمد لما منع من التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع وسمع للسلطان، وقد جعل الله جل وعلا لنا البديل، فهذه المراكز أو هذه الدور، دور الحديث أو منابر الخطابة تستطيع من خلالها أن تبلغ، خطابة العيد، زيارة الناس في محافلهم في مناسباتهم، كل ذلك خير تستطيع أن يبلغ فيه. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل نحن إخوة اجتمعنا في مجلس وهناك من الحضور من لا يعرف أخاه الذي يجلس معه، فهل في تعريف نحن إخوة اجتمعنا في مجلس وهناك من الحضور من لا يعرف أخاه الذي يجلس بجنبه، فهل في تعريف الإخوة بأنفسهم من ذكر الاسم أو الإقليم الذي قدم منه حرج في ذلك؟ نرجو التوجيه بارك الله فيكم. لا حرج في ذلك، بل من فوائد هذه اللقاءات، من فوائد هذه الزيارات، من فوائد هذه المجامع التعارف، فيعرف الإنسان أو يعرف به، بل هذا يقال هذا أخوك فلان ابن فلان من المدينة الفلانية، هذا أخوكم فلان ابن فلان من المدينة الفلانية، أو يقول هو عن نفسه أنا أخوك فلان ابن فلان من مدينة كذا، أنت من أيها الأخ الكريم ومن أين أنت، لا بأس، بل من النتائج من الآثار العظيمة المترتبة على مثل هذه الزيارات التعارف، ومن آثار الآثار العظيمة المترتبة على هذه اللقاءات التعارف بين الإخوة. نعم بارك فيكم.
يقول السائل أيضا: هل يشرع للمقلد في مسألة ما لعالم أن ينكر على غيره ممن اختار قولا آخر، أم حتى يكون على يقين من الأمر الذي ينكره يعني بالأدلة الشرعية؟ إذا تيقن أن ذلك المقلد مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة التي لا معارض لها ولا ناسخ، فحينئذ ينكر عليه، يقول أخذ بحديث ضعيف لا يثبت، أو أخذ برأي واجتهاد وقياس في مقابل نفس. نعم ينكر عليه، لكن بالتي هي أحسن، ويعلمه ويبين له أنه في هذه المسألة أنه في هذه المسألة على قول ضعيف دليله ضعيف، أو لا دليل فيها عن رسول من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها الرأي والقياس، والرأي والقياس في مقابل النص مردود، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حملنا إليكم أمانة من رجال قبيلة في بلدنا، وقد أخذنا العهد بردها إليهم حتى تفتونا فيها، وهي أن عندهم أعد السؤال. يقول: حملنا يعني رجال قبيلتهم حملوهم يعني سؤالا حتى يسألوا فضيلتكم وتفتوهم في هذا الأمر. يقول: عندنا إمام مسجد قد آوى ابنة له قائمة على السحر والشعوذة في بيته، وقد نوصح ولم يقبل، فاختلفنا في الصلاة وراءه، فماذا تفتوننا بارك الله فيكم؟ الذي يؤمن المحدث مثله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. الإحداث إذا لم يكن بالشرك بالله جل وعلا وما يتعلق بأسباب الشرك والدعوة إليه، فأي شيء أعظم من هذا الإحداث؟ الفتنة أشد من الختم. فالحديث بعض أهل العلم ينزله على من قتل ثم استجار بإنسان فستر عليه وأراد أن يمنعه من تطبيق الحد عليه، ولكن في الحقيقة أن هذا اللفظ يعم، فكل حدث عظيم يتضرر منه الناس يتضرر منه المسلمون فإنه يندرج تحت هذا الحديث. فهذا الإنسان لا يجوز له إيواء السحرة وإيواء المشعوذين والكهنة ولو كانوا من أقربائهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فبدأ بالآباء لأنهم سبب وجودنا بعد الله، أو أبناءهم لأنهم أقرب الناس إلى قلوبنا تعلقا بعد الآباء. الآية: فلا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فلا يجوز لهذا الإنسان أن يؤوي هذه البنت إلا منكرا عليها ويمنعها من هذا الفعل المنكر المحرم، أما أن يؤويها ويبقيها في داره وهي تسحر وتعالج السحر وتتعاطى، هذا لا يجوز، وحينئذ يجب أن ينصح. فإن أبى فإنه يهجر ويرفع بأمره إلى السلطان ولعله يأخذ على يديه، وإذا بقي هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول السائل أيضا: ما حكم الشرع في بيع المفتاح أو الحق التجاري؟ لعله يقصد خلو الرجل. ما أعرفه. السؤال الآخر يقول: ما حكم الشرع في بعض الناس يستعملون النفث على المريض من أجل العلاج مع الخلط بالملح أو ما شكل ذلك فيشفى المريض، لكن مع العلم شيخنا يستعملون إيش؟ يستعملون النفث مع الملح، كأنه يدخل الملح في فمه ثم ينفث على المريض، لكن أغلب الذين يقصدون هؤلاء يعتقد فيهم أنهم بركة وشرفاء وما شكل ذلك. هذا لا أصل له، هذا محدث منكر لا أصل له. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث عليه الصلاة والسلام، وهكذا رقى ونفث، وأصحابه رقوا ونفثوا، وما نفثوا لا بملح
ولا بما يقال من هذه الأشياء التي يذكرونها الآن. هذا محدث ومنكر. إنما النفس هو الريق الخفيف الذي يخرج مع نفخ الإنسان بين في يديه في كفيه. هذا منكر، هذا محدث لا أعلم له أصلا. الله فيكم. السؤال الثالث عنده يقول: ما حكم الشرع في مسألة عيد الأضحى في بلد الكفر مع العلم أنهم ما حكم الشرع في مسألة عيد الأضحى في بلاد الكفر مع العلم أنهم يمنعون المسلمين من ذبح الأضحيات؟ هل المسلمون يمتنعون عن الذبح ويكلفون أهاليهم في بلاد الإسلام بذبحها، أم يذبحون ثم يتصدقون أم يتصدقون بثمنها عوضا عن ذبحها؟ بارك الله فيك. لا يتصدقون بثمنها، ولكن يكلفون إخوانهم وأقاربهم وأهليهم في بلدان المسلمين يضحون عنهم، فالحمد لله. إذا ما استطاعوهم فإنهم يكلفون أقرباءهم، مثل مثال ذلك الذين في أسبانيا مثلا يكلفون أهليهم في شمال المغرب وفي المغرب عموما فيذبحون عنهم، وهكذا الذين في إيطاليا مثلا يكلفون إخوانهم وأهليهم وأقرباءهم في ليبيا لأنهم أقاربهم فيفعلون ذلك عنهم، وفي تونس فيفعلون ذلك عنهم ولا بأس، ولا يتصدق بثمنها، فإن ذبحها هو المطلوب. بارك الله فيكم. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى: كيف تكون توبة المخالف الذي يدعو الناس وينشر فيهم ما عنده من المخالفات إذا زعم أنه تاب من مخالفاته؟ هذا قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بدليله، ولم يدعه إلى اجتهاد أحد منا. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بارك الله فيك. أخبر جل وعلا أن الذين يفعلون ما سبق من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بعد ما بيّنوا الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا. يعني الإصلاح لما أفسدوا، والثالث الإعلان والبيان للناس أنهم رجعوا عن هذا وتركوه وتابوا إلى الله منه واستغفروه سبحانه وتعالى وعزموا على أن لا يعودوا إليه، فيبين للناس أن هذا المنكر الذي فعلوه قد تابوا منه وأنهم يستغفرون الله منه، يبين للناس ذلك، وحينئذ هؤلاء الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لو تتفضلون بنصيحة عامة نجعلها مسك الختام. الحمد لله الذي أنصح به وما أشرت إلى طرف منه، وهو الاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا وإيصال الخير إلى الناس بكل ما يستطيع الإنسان إيصاله إليهم، بنفسه، بماله، بجاهه، بكل ما يستطيع إيصال الخير إلى الناس، ونشر العلم بين الناس، ونشر التوحيد بين الناس، ونشر السنة بين الناس، والصبر على أذاهم في هذا، وبيان الشفقة، وبيان الرحمة، وبيان الرأفة، وإظهار ذلك لهم، وأنهم لا يريدون بهم إلا الخير، وأنهم لا يريدون لهم إلا نزول الخير بهم، وأنهم لا يريدون لهم إلا النفع، وأنهم لا يريدون لهم إلا عموم الصلاح، وأنهم لا يريدون لهم إلا الاستقامة في أمور دينهم ودنياهم، وأن نحو ذلك، فيظهر لهم العطف والرحمة والشفقة والحرص والرغبة في إيصال الخير إليهم والإحسان إليهم، فعليهم أن يصبروا. الذي أوصي به نفسي والجميع الصبر والاحتساب في هذا، هذا أولا، ولا يكترثوا إلى ما يقال ولا ينظروا إلى ما يقال فيهم، فإن الإنسان إذا نظر إلى ما يقال فيه ولا يريد أحد يتكلم فيه هذا لا يريد أن يمسه شيء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا في هذا الباب. الذي أوصي به عدم النظر إلى كلام الناس
إذا كنت قائما بأمر الله جل وعلا وعلى دينه وشرعه ومنهاجه فلا يضرك كلام من تكلم. فأوصيكم بالحرص على إيصال الخير إلى الناس والصبر على ما يلحقكم من الأذى في هذا مقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيضا باللين والرفق بالناس، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأما المخالف والمرتكب للأهواء فهذا يجب أن يغلب عليه بقوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وقد أجمع علماء السلف على أن المبتدع فيهم نوع من النفاق، والآية تتنزل عليهم. فالمبتدعة يدعون بالتي هي أحسن أولا إذا غلب على الظن أنهم ما علموا، فإنهم ركبوا رؤوسهم فإنه يغلق في الإنكار عليهم. فيجب أن يصبر الإنسان ويحتسب إلا في حق الله تبارك وتعالى، لا يغضب إلا لله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم. فلا يجوز للإنسان أن يبقى قاعدا لأجل أن يتكلم فيه وهو يستطيع إيصال الخير إلى الناس. فأوصيكم بالسعي في إيصال الخير إلى الناس بكل ما تستطيعون من جهد وبكل ما تستطيعون من إمكانات متاحة ومباحة تستطيعون إيصال الخير بها إلى الناس. وأوصيكم ونفسي بالصبر على الأذى، وكذلك أوصيكم بالتعاون فيما بينكم والتزاور فيما بينكم والتراحم فيما بينكم، كما أوصيكم أيضا بالمشورة، فهذا أمر مهم وأؤكد عليه. فصاحب الشمال إذا هزل به شيء عليه أن يشير إخوانه الذين يحبهم ويثق بهم وبأمانتهم وبدينهم وبعلمهم، يثق بهم في ذلك كله، أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالأمر، فإنه قد يخفى عليه ما يعلمه إخوانه. فأنت قد تنظر من ناحية وفاتتك ثلاث نواحي يراها إخوانك وأنت لم ترها، أو سمع منها إخوانك وأنت لم تسمع منها. فأوصيكم أيها الإخوة أيها الأحبة بالتشاور، وألا يتقدم بعضكم بمفرده حتى يستشير إخوانه: سنفعل كذا، عندنا كذا، سيأتينا كذا، سينزل علينا فلان، أو نستضيف فلان، أو نحو ذلك، أو نضيف محاضرة فلانية ونحو هذا، حتى يتشاور إخوته. فحينئذ يحصل الخير ويعم الخير. فإن كان الأمر رشد تعمم الرشد عند الجميع ودعوا إليه إخوانهم من جميع المناطق فأقبلوا عليه واستفادوا، وإن كان غير ذلك حالوا بين أخيهم وبين أن يصنع هذا قبل أن يصنع وأن يعلم به أحد ويحرج أمام الناس. وحينئذ لا يستطيع التراجع، لا يستطيع أن يتنازل، لا يستطيع أن يلغي ونحو ذلك. هذا الذي أوصيكم به مع التعاون والتواصي والتناصح، أوصيكم بالتشاور، وأن لا يقدم المرء على فعل الشيء حتى يستشير إخوانه ويستنير برأيهم، فإن الرأي مع الرأي كالنور مع النور والمصباح مع المصباح في الدار، يزداد به نورا، هو عنده نور من مصباح واحد لكن يزداد نورا ونورا ونورا على نور إذا كثرت المصابيح. فالمشورة مطلوبة، وما خاب من استشار وما ندم من استخار. فالله الله بالمشورة، شدموا أمركم على المشورة بينكم، وخاصة في باب الدعوة ما يتعلق باستضافة المشايخ وما يتعلق بتقدم بعض المشاريع الخيرية وما يتعلق ببعض الأنشطة التي تحصل منكم مع القبائل أو مع الناس أو مع العامة في مدنكم أو في قراكم أو في بلدانكم هكذا، لأن بعض الناس قد يخفى عليه بعض الأمور. فأنا مثلا في الشمال يخفى عليه بعض الأمور في الجنوب، فإذا أخبرت بها علمتها، وصاحب الجنوب يخفى عليه شيء في الشمال، وصاحب الشرق يخفى عليه في الغرب، صاحب الغرب يخفى عليه في الشرق، وصاحب الوسط يخفى عليه هنا وهنا. حينما يتشاور المرء مع إخوانه تستنير العقول بالآراء وبالمشورة المتعددة من هذا وهذا وهذا،
فحينئذ يحصل الخير العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أن يشاور أصحابه، قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمشاورة طيبة تعود عليك بالنفع وتعود عليك أيضا بكسب أخيك، فإن أخاك إذا رآك تستشيره علم أن له عندك منزلة، ما استشرته إلا وأنت ترى له منزلة عندك، فازداد في قلبه حبك ويقبل عليك وتتوثق الروابط، تزداد الأخوة والألفة تقوى. فأوصيكم إخوتي بهذا، أوصيكم جميعا بهذا، وأوصيكم أيضا بالأناة وعدم الاستعجال، فإن الأناة خير والأناة مطلوبة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فإن المسارعة هي الأصل إليها، سارعوا سابقوا. فالواجب علينا أن نتأنى في قبول الأخبار، في نقل الأخبار، فيما يصل إلينا عن إخواننا، فيما ينقل إلينا عن الحوادث، فيما صار كذا وصار كذا، فالأناة دائما محمودة في مثل هذا الباب، كما أن المشورة بين الإخوان محمودة في باب الدعوة. نعم. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وأجزل لكم المثوبة. والإخوة كلهم هنا شكر وسلام وإعلان عن المحبة في الله لكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكافئكم وأن يجزيكم خير الجزاء، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول أحبهم الله الذي أحبون فيه، جعل الله إياهم وإياكم جميعا من المتحابين فيه، المتزاوجين فيه، المتناصحين فيه، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا وعنكم وعن بلادنا وبلادكم وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا وعليكم الأمن والإيمان والصحة في الأبدان والسلامة في الأوطان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وننتظر بكل شوق لا يعلم قدره إلا الله عز وجل تجدد زيارتكم لنا، فنسأل الله أن يعجل بها لأن ربنا يسمع الدعاء. نسأل الله جل وعلا أن يسر وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة صالحة، إنه جواد كريم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.